الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة إلى جميع مشاهدي قناة وليمة معكم. اليوم غنحضر لكم طاجين ديال السمك الأبيض بالخضر، هذا الطاجين مغربي. بسم الله على بركة الله نبدأ. عندنا في المقادير سمك أبيض، ها هو أطراف من السمك الأبيض يكون طري، دائما حرصوا أن السمك يكون طري. عندنا خضر، بصلة واحدة متوسطة مقطعة إلى شرائح، وعندنا فلفلة واحدة حمراء مقطعة إلى شرائح، وفلفلة خضراء مقطعة إلى شرائح، وجزرة واحدة، حبة جزر واحدة مقطعة إلى شرائح، وحبتان متوسطتان من الطماطم مقطعة إلى قسمين، وعندنا حبات من الزيتون، ربع كأس من زيت الزيتون، بطاطس واحدة مقطعة إلى شرائح، وعندنا هنايا قزبرة ومعدنوس، قزبر ومعدنوس مفروم جيدا مع 3 فصوص من الثوم أو 4 فصوص، ونصف عصير حامضة غنعصروه، وشريحتين من الليمون الحامض. بالنسبة للتوابل، كنحتاجو في التوابل ربع ملعقة صغيرة من الملح، والملح راه تيبقى اختياري حسب الذوق، ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من الكمون، ونصف ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من البابريكا أو الفلفل الأحمر الحلو، ونصف ملعقة صغيرة مملوءة من الفلفل الأحمر الحار أو السودانية، نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ونصف ملعقة صغيرة من الكركم. والآن نبدأ في التشرميلة إن شاء الله، غنشرملو هاد الحوت. بسم الله، كناخدو واحد زلافة كبيرة ثم نعصر فيها هذاك الليمون الحامض جيدا، ونضيف الزيت ثم قليل جدا من الماء، تقريبا ربع كأس من الماء فقط. نضيف التوابل كلها، ثم نضيف القزبر المعدنوس مفروم، ثم نخلط التوابل جيدا، نخلطها جيدا هكذا بفرشاة، ثم نتبل الخضر. كنديروا هذه الخضرة كاملة في التتبيلة. نبدأ بالبصل، البصل أولا، دائما البصل يكون في الأسفل، وجبة صيفية احرصوا أنكم تناولوا هذا السمك، عنده فوائد كثيرة. نأخذ الطاجين المغربي هكذا، ثم نضع البصل بهذه الطريقة، فوق البصل نضع الجزر، وبنفس الطريقة نأخذ حبة من الجزر الواحدة هذه ونتبلها، نديروا لها التتبيله هكذا، ونضعها فوق البصل، ثم ناخذ البطاطس
ويمكن استبدال هذه البطاطس بالبطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة راه تجي زوينة هكذا. ثم نتبل السمك، يمكن تشريحه هكذا. هاد السمك يمكننا نفلحوه كي كنقولوا حنا المغاربه، نفلحوه هكذا ثم نتبله ونضعه فوق البطاطس. كنديروا هاد الحوت هكا فوق هاد البطاطا. وجبة صيفية بامتياز. أي نوع من السمك الأبيض ديروا ليها الطريق هكذا، ثم نتبل الطماطم. ثم الفلافل. نضع الفلافل من الفوق. غني بالخضر هاد الطبق هذا أو هاد الطاجين، صحي، فوائد صحية لا تحصى. هكذا، هذا هو الطاجين المغربي. كنتمنى الأشقاء في الجزائر وتونس وفي العالم العربي يجربوه. وتحية إليهم جميعا وعلى التعليقات ديالهم، كنشكرهم. ثم نضع التتبيلة الباقية هكذا هنا في الوسط. ثم نضع شرائح الحامض فوقها هكذا، ثم نزين بحبات الزيتون، من الأحسن أن يكون أحمر إذا كان متوفر، إلى ما كانش ديروا الأخضر، زيتون أخضر هكذا. هذا الزيتون هذا نضعه من الفوق. نغطي الطاجين. اللي ما متوفرش عنده هذا الطاجين يمكن استعمال طنجرة عادية. نضعه على نار متوسطة حتى الغليان، من بعد ما يغلى نقصو العافية، نقصو النار إلى أقل مستوى ونخليه يطيب إما على الفحم أو على البوطة العادية. وغادي إن شاء الله بعد يطيب غنوريه لكم. وبعد ما كيطيب لينا الطاجين ديالنا كنقدموه بالصحة والراحة بهذه الطريقة هذه مع قطع الخبز المغربي. ملاحظة، فاش كيكون يطيب هذا الطاجين ما كنحلوش عليه نهائيا الغلاقة ديالو حتى كتمر تقريبا واحد 30 دقيقة وكنشوفوه إلا طاب نقدموه، ما طابش نكملوا له الطياب. كنشكر جميع متتبعي ومتتبعات هذه القناة، وكنتمنى انو لعجبكم هذا الفيديو هذا. تشجعوني وتبارطاجيو وتشتركوا، وشكرا لكم والى اللقاء. الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة الى جميع مشاهدي قناة وليمة معكم. اليوم غنحضر لكم طاجين ديال السمك الابيض بالخضر، هذا الطاجين المغربي. بسم الله على بركة الله نبدا. عندنا في المقادير سمك
أبيض، هو أطراف من السمك الأبيض يكون طري، دائما حرصوا أن السمك يكون طري. عندنا خضر بصلة واحدة متوسطة مقطعة إلى شرائح، وعندنا فلفلة واحدة حمراء مقطعة إلى شرائح، وفلفلة خضراء مقطعة إلى شرائح، وجزر واحدة، حبة جزر واحدة مقطعة إلى شرائح، وحبتان متوسطتان من الطماطم مقطعة إلى قسمين، وعندنا حبات من الزيتون، ربع كأس من زيت الزيتون، بطاطس واحدة مقطعة إلى شرائح، وعندنا هنايا قزبرة ومعدنوس، قزبر ومعدنوس مفروم جيدا مع 3 فصوص من الثوم أو 4 فصوص، ونصف عصير حامضة نعصروه، وشريحتين من الليمون الحامض. بالنسبة للتوابل كنحتاجو في التوابل ربع ملعقة صغيرة من الملح، والملح راه تيبقى اختياري حسب الذوق، ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من الكمون، ونصف ملعقة صغيرة مملوءة جيدا من البابريكا أو الفلفل الأحمر الحلو، ونصف ملعقة صغيرة مملوءة من الفلفل الأحمر الحار أو السودانية، نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ونصف ملعقة صغيرة من الكركم. والآن نبدأ في التشرميلة إن شاء الله، غنشرملو هاد الحوت. بسم الله، كناخدو واحد زلافة كبيرة ثم نعصر فيها هذاك الليمون الحامض جيدا، ونضيف الزيت ثم قليل جدا من الماء، تقريبا ربع كأس من الماء فقط. نضيف التوابل كلها، ثم نضيف القزبر المعدنوس مفروم، ثم نخلط التوابل جيدا، نخلطها جيدا هكذا بفرشاة، ثم نتبل الخضر. كنديروا هذه الخضرة كاملة في هذه التتبيلة. نبدأ بالبصل، البصل أولا، دائما البصل يكون في الأسفل. وجبة صيفية، احرصوا أنكم تناولوا هذا السمك، عنده فوائد كثيرة. نأخذ طاجين مغربي هكذا، ثم نضع البصل بهذه الطريقة، فوق البصل نضع الجزر، وبنفس الطريقة نأخذ حبة من الجزر الواحدة هذه ونتبلها. نديروا لها التتبيلة هكذا ونضعها فوق البصل، ثم نأخذ البطاطس، ويمكن استبدال هذه البطاطس بالبطاطا الحلوة، البطاطا الحلوة راه تجي زوينة هكذا.
ثم نتبل السمك. يمكن تشريحه هكذا، هذا السمك يمكننا نفلحوه كي كنقولوا حنا المغاربه، نفلحوه هكذا ثم نتبله ونضعه فوق البطاطس. كنديروا هذا الحوت هكا فوق هذه البطاطا، وجبة صيفية بامتياز. أي نوع من السمك الأبيض ديروا ليها الطريق هكذا، ثم نتبل الطماطم. ثم الفلافل. نضع الفلافل من الفوق. غني بالخضر هذا الطبق هذا أو هذا الطاجين، صحي، فوائد صحية لا تحصى. هكذا هذا هو الطاجين المغربي. كنتمنى الأشقاء في الجزائر وتونس وفي العالم العربي جربوه، وتحية إليهم جميعا وعلى التعليقات ديالهم كنشكرهم. ثم نضع التتبيلة الباقية هكذا هنا في الوسط. ثم نضع شرائح الحامض فوقها هكذا، ثم نزين بحبات الزيتون، من الأحسن أن يكون أحمر إذا كان متوفر، إلى ما كانش ديروا الأخضر، زيتون أخضر هكذا. هذا الزيتون هذا نضعه من الفوق نغطي الطاجين. اللي ما متوفرش عنده هذا الطاجين يمكن استعمال طنجرة عادية. نضعه على نار متوسطة حتى الغليان، من بعد ما يغلى نقصه العافية، نقصه النار إلى أقل مستوى ونخليه يطيب إما على الفحم أو على البوطة العادية. وغادي إن شاء الله بعد يطيب غنوريه لكم. وبعد ما كيطيب لينا الطاجين ديالنا كنقدموه بالصحة والراحة بهذه الطريقة هذه مع قطع الخبز المغربي. ملاحظة، فاش كيكون يطيب هذا الطاجين ما كنحلوش عليه نهائيا الغلاقة ديالو حتى كتمر تقريبا واحد 30 دقيقة وكنشوفوه إلا طاب نقدموه، ما طابش نكملو له الطياب. كنشكر جميع متتبعي ومتتبعات هذه القناة، وكنتمنى انو لعجبكم هذا الفيديو هذا، تشجعوني وتبارطاجيو وتشتركوا، وشكرا لكم والى اللقاء.